مرحبا. تعتبر عملية الولادة من المراحل المخيفة التي تمر بها المرأة بمجرد أن تصل للشهر التاسع. بعدها تبدأ تشعر بحالة من التوتر والخوف من ألم الولادة وخاصة الطبيعية. لذلك سأعرفك اليوم على أهم الأطعمة التي تسهل الولادة الطبيعية وتخفف من آلامها، وخاصة إذا تم تناولها بانتظام منذ دخول الشهر التاسع. أولاً التمر. التمر من أهم الأطعمة التي تسهل الولادة الطبيعية، إذ يحتوي على مواد تحفز نشاط الرحم وتهيئ الجسم للولادة الطبيعية، حيث أن السكريات الموجودة في التمر تزودك بالطاقة اللازمة للقيام بالمجهود الشاق في عملية الولادة الطبيعية. كما يعمل التمر على ارتخاء عضلات الحوض ويساعد الرحم على قذف الجنين، كما أنه يساهم في ترطيب جسم الحامل مما يزيد من انقباضات الرحم، وبالتالي تلد المرأة ولادة طبيعية. لذلك عليك عزيزتي الحامل بتناول 7 حبات من التمر أو الرطب مع بداية الشهر التاسع بشكل يومي. ثانياً البقدونس. يعتبر البقدونس من بين الخضر الورقية المنشطة للرحم بشكل طبيعي، كونه يتضمن الزيوت الطيارة والمركبات الطبيعية والتي تساهم بدورها في زيادة الانقباضات والتقلصات للحامل. لذلك ينصح بشرب مغلي البقدونس خلال الشهر التاسع، حيث أنه يقوي الطلق لدى الحامل ويساعد على الولادة بشكل أسرع وأسهل في وقت واحد. ثالثاً الباذنجان. يعد الباذنجان من الخضر التي تفيدك في تسهيل عملية الولادة، حيث يعمل على تعزيز انقباضات عنق الرحم وتوسيع عضلات الحوض لتسهيل خروج الطفل. يمكنك عزيزتي تناول الباذنجان مع التوابل الحارة مثل الزنجبيل أو القرفة، والتي تساعد بدورها في تحفيز عملية الطلق وتوسيع عنق الرحم بشكل طبيعي بفضل احتوائها على مواد قابضة للأوعية الدموية. إلى اللقاء.